وليش خبيت علي؟ خفت قلك تقومي ما توافي، وانا بعرفك انك بحاجة شغل اكتر مني، مو بحاجته ماديا يعني، بس بحاجة انك تشتغلي. انا ما رح امن عليكي لحتى الاقي لك فرصة شغل محترمة وتلاقي حالك فيها. يعني بفهم من كلامك انك انقبلت بالشغل وتركت كرمالي. يس. بحب اشرك، راح علي وعليك الشغل. ليش ما نجحتي بالانترفيو؟ ما عملت انترفيو بالاصل. ما كان في موعد؟ ايه وما عملته. طيب ليش؟ لانه عندهم شرط انه هن بدهم شباب ما بدهم بنات. ومنين جابوا هذا الشرط؟ ما بعرف. شو بعرفني؟ اللي بعرفه انه الشغل راح علي وعليك، مبروك. طيب يا ستي فداكي انا وفداكي الشغل. ساير انت عن جد بحبك يا اختي، بحبك بعشقك. بعشقك. طيب ماشي، ان شاء الله عمره الشغل. اوكي عمره الشغل. بدك تعزمني على الغداء؟ حسابك. يلا جو. يا الله بتعرف ساير يا ريتنا ما تركنا الشغل انا وياك. ندماني؟ لا مو ندماني، ولا لك ايه ندماني. طيب اذا بدك بحكي لك مع مدير الصاله الجديد بيرجعك الشغله. لا ما بدي ارجع اشتغل بالكفه، خلص الشغل بالكفه مرحله ومرقت. انا جاي على بالي اشتغل باختصاصي يعني بالقانون. والله حرام 5 سنين يضيعوا من عمري هيك، ليه ما بشتغل شغله بتخص القانون؟ ايه هي رنت ماما. طيب استني لا تردي عليها. ليش؟ يعني ما لا تخاف لا تخاف، ما بتعرف اني عاطله عن العمل. لك لا مو هيك، بدي اياكي تقولي لها انه في شب حليوه ومهضوم ايه وعاطل عن العمل مثلك، حابب يرتبط فيني، حابب يرتبط فيكي. اول شيء سكرت ماما فيني؟ يعني انت ترتبطي فيني انا ارتبط فيكي. نتناقش. صباح الخير. هذا أول صباح بعد الخطبة. يا ترى أنت عم تفكر مثل ما أنا عم أفكر؟ بتعرف؟ حاسة حالي انولدت من جديد. حاسة حياتي كتير رح تكون حلوة. يا الله شو دمك خفيف. على فكرة انت احلى اكتشاف كنت شفته بحياتي عن جد. يا الله هلا وقت الخناق. هلا برجع لك. طيب هلا شو حاسه؟ يعني بشو؟ يعني قصدي بعد الخطبه. حاسه بالامان. بالامان؟ بالامان. يعني حاسه اني انا كثير مرتاحه معك وماني خايفه من اي شيء بالدنيا. عم تفهم علي سائر ما؟ انا عم بفهم شغله واحده بحياتي، اني بحبك ومستعد افديكي بروحي. هاد هو الامان اللي انا عم بحكي عنه، اني لاقي واحد يحبني بصدق ويفكر فيني بكل لحظه وبكل ثانيه، فيه وانا متاكده انه هو عم يشتاق لي ويفكر فيني بكل لحظه. حسه انه عم يدور على سعادتي ويدور على سعادته وبس، ولا اي شيء ثاني بالحياه. بتعرفي؟ انتي كنز حياتي وانتي الماستي اللي بحبها موت وبخاف عليها. الماستك؟ شو مو عاجبك الالماس؟ في اغلى منه؟ ايه في اغلى منه. انت ثانك يو. اهلا وسهلا، هيك الواحد بيحكي. طيب وين رايحه؟ انا ما عم بفهم شو يعني شغل. يعني انا ابتداء من اليوم صرت مساعده المدام فرح رئيس التحرير مجله فاشن شو وصاحبته. وامتى حتبلش شغل؟ اليوم؟ اي اليوم. كأنك ما فرحت لي.
لا فرحت لك بالعكس، بس عندي احساس غريب، يعني احساس بانه انا مالي دور بحياتك ولاني جزء من قراراتك، بتروحي بتقرري وبتشتغلي وكاني ماني موجود، مو اساس نحن شركه بكل شيء. تعال هي رؤيتي الشخصيه لو سمحت. انا معك بس لازم تساليني. ممكن اطلب منك طلب؟ تفضلي. ممكن نأجل النقاش بهذا الموضوع لبعدين؟ طبعا. تفضل. تفضلي. انت تفضل. لا انت تفضلي. اي ماشي رح اتفضل. اي لا.